في إطار الأسبوع الرياضي الذي تنظمه جمعية أمل المستقبل للفن والثقافة، نظمت الجمعية ندوة تحسيسية تحت عنوان كفى من شغب الملاعب، اللقاء الذي حضره مجموعة من رؤساء الأندية ومهتمين بالشأن الرياضي. في الحق هذا الموسم كله دوز داز عن الجمهور كان رائع، فواحد المستوى اللي هو كيمثل وكيشرف مدينة طنجة، والجمهور عندنا حضاري كتعرفوا مقابلة دي مكنس وش عندها واحد الخصصية ديالها، واحد كتعرفوا كان مشكل العام اللي فات وقع لنا إشكالية في الملعب، كانوا وقع ديك الشناءان بين الجمهور ديالنا والجمهور ديال مكنس. هاد السنة هادي جاو الجمهور ديال مكنس كيستفزوا الجمهور ديالنا اللي وقع شوية ديال التحككات، هادشي مع الأسف خصنا حنا نإيفيتو هادشي كله نتجنبوه، لا سيما حنا كنحتلوا المرتبة الأولى وكيخصنا الجمهور ديالنا دائما يكون الجمهور اللي هو واحد مستوى راقي وعنده واحد كيعرف حتى هو شنو هي المسؤوليه ديالو كجمهور، دائما يبقاو جمهور حضاري اللي كي باهي به جميع الانديه ديال القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني في المغرب كله، كيقولوا لنا عندكم جمهور تبارك الله عليكم، خصنا يبقاو في هذا الحدث هذا وفي هذا المستوى هذا. هذا الموضوع هذا هو موضوع دابا اللي كينخرج جسد ديال المجتمع بحال واحد السرطان اللي كيعيشوا الاجساد، فكنظن وقيله الناحيه ديال الافه ديال الشغب ديال الملاعب هي نتيجه دايش، هي افه اجتماعيه قبل ما تكون افه فصل الملاعب، اذا كخص باش نتغلبوا عليها، لكل داء دواء، ولكن خص تكاتف الجهود واحد مجموعه ديال الفاعلين باش يمكننا اننا نغلبوا على هذه ديال الافه هذه، حيت هي ما جاتش الافه ودخلنا هاد الشباب دخلوا الملاعب باش كيعملوا الشغب من اجل الشغب، هناك رواسب اللي دفعاتهم انهم باش يكونوا واحد المجموعه ديال الشباب اللي يمكن ربما كيعبروا بواحد الطريقه او عن السخط ديالهم على بعض الاشياء. العنف والشغب داخل وخارج الملاعب الرياضيه ليست ظاهره محليه فحسب، بل اصبحت ملكا مشاعا تتقاسمه كل الملاعب الوطنيه، الشيء الذي يدعو الى التعامل مع ظاهره شغب الملاعب بكل جراه ومسؤوليه، وضروره ايجاد حلول ناجعه للحد من العنف وتحقيق الفرجه. نشكر